بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمور تتطور بشكل هائل ما بين أرمينيا وأذربيجان، والأمر أكبر في الحقيقة من النزاع الأرميني الأزري، لأن تركيا وأردوغان تحديدا اعتبروا أن الاعتداء على أذربيجان هو اعتداء على تركيا، وأن تحرير الإقليم المحتل ناغورنو كوراباغ هو واجب الوقت، وأن تركيا ستبذل ما تستطيع من أجل التحرير. وأردوغان يوجه نداء صريحا، أردوغان يدعو أرمينيا لترك الإقليم فورا. تواصل الاشتباكات في ناغورنو كوراباغ وتبادل الاتهامات بشأن مشاركة مرتزقة سوريين، الأمور تتفاعل وتتصاعد مثل كرة الثلج. ولكن في الحقيقة أن النزاع في الإقليم أو ما بين أرمينيا وأذربيجان قد يكون متعدي للحدود، وأيضا هناك أصابع وقوة دولية من الراجح أنها تعمل في الخفاء وتغذي هذا الصراع، وأن أرمينيا الفقيرة عديمة الإمكانيات في الحقيقة لا يمكن لها أن تدخل في هذه المغامرة الكبرى دونما إيعاز من قوى إقليمية دولية كبرى مثل فرنسا تحديدا. وكذلك أصابع الإمارات العربية المتحدة ليست ببعيدة عن الموضوع، وأيضا الجانب الروسي. الجانب الروسي أيضا لا يمكن أن يكون بمعزل عن الأحداث التي تجري هناك. ولكن يبقى التحدي الأكبر على الجانب التركي والجانب الأذري. هل تستطيع أذربيجان تركيا أن تحقق انتصارا خاطفا ينهي احتلال الإقليم وإعادته مرة أخرى إلى السيادة الأزرية؟ هذا هو التحدي الكبير. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الاثنين إن مرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف الجيش الأرميني خلال الاشتباكات الدائرة على جبهة إقليم ناغورنو كوراباغ وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار. وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع بأنه تم العثور على مرتزقة سوريين من أصول أرمينية بين جثث القوات الأرمينية على الجبهة. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأزرية بأن الجانب الأرميني يخفي خسائره. الخسائر الحقيقية للقوات الأرمينية هائلة، قد تتعدى المئات. هناك من يتحدث عن 500 قتيل أو 600 قتيل في صفوف الجانب الأرميني، ولكن من الواضح أنهم يعتمون على هذه المعلومات أمام الشعب الأرميني حتى لا تنهار المعنويات، وكذلك المجتمع الدولي الذي يتابع الموقف والذي يريد أن يعرف إلى أين تتجه الأمور. وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأزرية أن أذربيجان استطاعت حتى صباح اليوم تدمير 24 دبابة. وأشار المتحدث باسم القوات الأذربيجانية أنهم قد استطاعوا حتى صباح اليوم تدمير 24 دبابة ومدرعة ومنظومات مضادة للطائرات من طراز و18 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأرميني. خسائر كبيرة يعني فادحة تمنى بها هذه القوات المحتلة لإقليم ناغورنو كوراباغ. أرمينيا كما نقلنا لحضراتكم سابقا أنها خنجر في خاصرة تركيا، وأن العداء يعني عميق متجذر منذ وقت طويل. إيه هو الموقف التركي؟ صباح اليوم أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستقف إلى جانب أذربيجان بكل إمكانياتها، ودعا أرمينيا لأن تترك ناغورنو كوراباغ فورا. كلام واضح وحاسم وصريح أن تركيا تقف مع أذربيجان. ليس هذا فقط، بل أن تركيا تتبنى نفس الموقف الأذري بأنه لابد من إخلاء الإقليم المحتل من طرف الأرمن والمحتل من عام 1994.
إقليم ناغورنو كوراباغ. من جهته قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن على أرمينيا وقف هجمتها فورا وسحب المرتزقة والإرهابيين الذين جلبتهم من الخارج. يعني هناك مرتزقة يقاتلون بالنيابة عن الأرمن داخل الإقليم ويخوضون هذه المعارك. وأضاف: نقف إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين وعلى أرمينيا الانسحاب من الأراضي التي احتلتها. بالمقابل اتهمت أرمينيا تركيا اليوم بتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن لتركيا وجودا مباشرا على الأرض، وهذا أمر لا تنكره تركيا. كان هناك مناورات وكانت هناك قوات تركية ولا تزال على الأراضي الأرمينية. وأضافت أن خبراء عسكريين من تركيا يقاتلون جنبا إلى جنب مع أذربيجان، التي قالت أرمينيا أنها تستخدم أيضا أسلحة تركية من بينها طائرات مسيرة وحربية. ونفت أذربيجان هذه الاتهامات. لو حبينا نشوف يعني هذا الفيديو اللي بيعرض، هذه خريطة أذربيجان وهذه العاصمة باكو، هذه العاصمة يريفان اللي هي عاصمة أرمينيا، هذه حدود أرمينيا أمامنا، هذه الإقليم بهذا اللون الأصفر ناغورنو كوراباغ، ده الإقليم مساحته 4800 كيلومتر مربع. هذا الإقليم المحتل، ليس الإقليم المحتل فقط، بل سنرى الآن الاحتلالات الإضافية للإقليم. أغلب السكان من الأرمن، عدد السكان 150 ألف، أعلن استقلاله عام 1991، مع أن هذا الاستقلال غير معترف به ولا تعترف به أي دولة حتى الآن. الاحتلال الأرميني للإقليم والمناطق المحيطة به يبلغ 20% من مساحة أذربيجان. هم ما اكتفوش بالإقليم المحتل، بل احتلوا 5 محافظات اللي هي محاطة باللون البني أيضا وتم احتلالها. في يعني الإقليم حصل نزوح لمئات الآلاف من الأذريين انتقلوا إلى العاصمة باكو. حصلت اتفاقية لوقف إطلاق النار عام 1994، وكانت هذه المنطقة بؤرة نزاع متكرر بين الدولتين. بالنسبة الدعم التركي لأذربيجان غير محدود، لأن تركيا تعتبر أذربيجان الناطقين بالتركية هم جزء من الشعب التركي، إضافة لخط الغاز اللي هو تناب الذي ينقل الغاز عبر تركيا مرورا إلى ألبانيا ثم إيطاليا وأوروبا. هذا الخط مهم جدا وله قيمة استراتيجية واقتصادية هامة لكل من الدولتين أذربيجان وتركيا. أرمينيا تحاول أن تقطع طريق أو خط الغاز من هذا المكان لكي تعطي فرصة لخط الغاز الروسي الذي يأتي من البحر الأسود مرورا أيضا بتركيا وصولا إلى أوروبا. هو خط السيل الروسي أو خط السيل التركي الذي يأتي في هذا المكان. إذن هذا الصراع صراع كبير، صراع اقتصادي، صراع متعدي متنوع. الاشتباكات زي ما ذكرنا هي اشتباكات أصبحت مستمرة في هذا المنطقة الملتهبة. بيتكلموا عن 34 مسلح أرميني قتلوا، ووزارة الدفاع الأرمينية قالت في بيان أن المواجهات العنيفة تواصلت خلال الليل، وأكد مسؤولون مقتل 15 آخرين، ولكن في الحقيقة حجم الخسائر بالمئات. دي حقيقة ما يجري هناك. وزارة الدفاع الأذربيجانية حذرت الأرمن للمرة الأخيرة من عواقب مواصلة اعتداءاتها على المناطق السكنية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين أن الجيش الأرميني استهدف في ساعات الصباح مناطق سكنية. الشاهد في الموضوع إن احنا ذكرنا لحضراتكم أهم خبر اليوم وأقواه، وهو الموقف التركي وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي يدعو فيها أرمينيا لترك الإقليم فورا ناغورنو كوراباغ المحتل في وسط اشتباكات عنيفة. تركيا تعتبر أن الاعتداء على أذربيجان هو اعتداء على تركيا، وأنها تتبنى الموقف الأزري بشكل كامل. متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم، أتمنى أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.